لعب علي عبد الله صالح دورا هاما في السياسة اليمنية لمدة 39 عاما، تحالف خلالها مع ألد أعدائه من بينهم الحوثيون الذين قتلوه. التقرير التالي يرصد لنا ردود الأفعال الشعب اليمني حول مستقبل البلاد. انتهت الاشتباكات المسلحة التي استمرت لمدة 3 أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، وخرج السكان المحليون من بيوتهم لشراء المستلزمات اليومية والأغذية، لكن نحو نصف المحلات في جميع أنحاء صنعاء لا تزال مغلقة. هذا ومقارنة مع الفترة ما قبل الاشتباكات، تم نشر المزيد من نقاط التفتيش التابعة للحوثيين وتمركز الدبابات في بعض الأماكن. لكن إذا مقتل صالح ومستقبل البلاد، يرى المواطنون أن الوضع سيكون أحسن. الأوضاع في صنعاء على ما يرام، صح الاشتباكات أثرت فينا من قبل 3 أيام، يعني استمرت المشاكل في الحياة السياسي واستمرينا في حصار لمدة 3 أيام. الآن الأوضاع على ما يرام ورجعت، صح صنعاء حزينة بفراق علي عبد الله صالح الرئيس السابق، والآن الأوضاع رجعت للأحسن والأوضاع على ما يرام يعني، ورجعت إلى عادتها السابقة. بكونهم يعني كانت بحكم الشراكه التي كانت مسبقه، ولكن الظروف قد تحكم نفسها اثناء الاعلان للانضمام الى العدوان، وهذا لم يكن مقبولا تماما للاطراف الاخرى، مما دعا الى تلك الاحداث التي حصلت في حي الكوميم. والان رؤيتي المستقبليه باذن الله للوطن، ارى ان الوطن سيكون الى خير باذن الله. بمقتل صالح تم تدمير توازن القوى الثلاث، أي حكومة هادي وجماعة الحوثي وأنصار صالح في البلاد، بينما تتزايد الخلافات والعداء بين الحوثيين وحكومة هادي والتحالف متعدد الجنسيات بقيادة السعودية يوما بعد يوم. هذا ويعتقد الرأي العام أن الوضع في اليمن سيشهد توترا متصاعدا بعد مقتل صالح، مما قد يجعل الحرب الأهلية بين الطرفين تدور بين الأطراف الثلاثة.